ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم على توقعات نوفمبر 2019 لاصحاب برج الدلو. برج الدلو هيكون شهر حلو جدا وممتع جدا، وفي حاجات كتير قوي قوي كنا مستنيينها ان هي تحصل، ولكن في بعض الحاجات اللي ممكن نقول عليها ان الحظ ممكن يقل معانا شويه، او ممكن يحصل بعض الضغط شويه، ولكن خلينا نكون عندنا حته اليقين ان الوقت ده هيعدي. يعني الوقت ده مش موجود معانا، الوقت اللي مكمل معانا هو الايجابي، هو الحاجه اللي هتكون كويسه، هو الفرص دي اللي هتكون مكمله. خلوني ابدا بمهنيا لاصحاب برج الدلو، لان في كلام كتير قوي قوي مهنيا. من ناحيه العمل، برج الدلو انصحك جدا انك ممكن تعمل مشروع خاص بيك انت، يعني خاص بيكم انتم كفرد، مش شراكة مع حد. يعني مش ادفع فلوس مع حد او ان انا ادخل شراكة مع حد، لان ده هيجلب مشاكل. لكن انا اشجعكم جدا ان انتم تعملوا مشروع لنفسكم، مش مع حد، مش شركة مع حد، على رغم ان انتم عندكم دعم كبير جدا، في دعم ايجابي من الناس اللي حواليكم، طاقة قوية جدا من الناس اللي حواليكم هتخلي عندكم قبول، الناس اللي حواليكم تدعمكم. ولكن الدعم مش فكرة ان انا اروح اشارك حد، دي هيبقى الغلط بعينه. يعني كمان عندنا من ناحية العملية في ترقيات او في طاقة قوية هنوصل لها في العمل كتير. برج الدلو كان بيسعى جدا جدا وجهود فظيعة في منطقة العمل عشان يوصل لحاجة، حان وقت ان انت توصل للحاجة اللي انت بتحلم بيها واللي بتزبط بيها او بتزبط حياتك عشان توصل لها. كان نفسك تسمع خبر في مجال العمل يسعدك، عايز ان انت كنت تسمع انك تترقى او يجيلك مكافأة او ان انت تنتقل لمكان يكون مناسب ليك. فبرج الدلو عندكم ده قوي، عندكم جدا جدا انتقال في مكان العمل، في مكان العمل هيكون افضل كتير، في مكافآت في العمل. من ناحية الارباح المادية هيكون في فلوس كويسة جدا لاصحاب برج الدلو هتكون موجودة في شهر نوفمبر، فالوضع المالي والمهني هيكون كويس جدا جدا. من ناحية الوضع المالي كمان طبعا يعني ما نخاطرش فيه ان احنا نروح نشتري حاجة او ان احنا نحط مقدمة في حاجة واحنا مش متأكدين من الإيجابية او العائد بتاعها هيكون عامل ازاي، ولكن شهر هيكون فيه ارباح مادية. كمان من الناحية العملية مازال ان في اصدقاء هيكونوا بصل لنا، في اصدقاء كويسين واصدقاء جنبنا جدا وبيحبونا وبيدعمونا جدا يعني احنا بالنسبة لهم حاجة حلوة جدا، ولكن في اصدقاء تانية بيتمنوا لينا الشر بشكل مش طبيعي، انتم عارفينهم او انتم شاكين فيهم، لكن المفروض ان احنا نحذر منهم تحذير كامل. خلوني كمان اقول برج الدلو كان بيعاني من بعض الاحباط، يعني في نقدر نقول ان نسبة في حدود 40% 50% من برج الدلو كانت بتعاني الفترة اللي فاتت عن او من الاحباط، على رغم ان كان ممكن يكون في حاجات ايجابية، ولكن هم من الاحباط ومن الناس اللي حواليهم ما كانوش شايفين الحاجة الايجابية دي، فكثير كان بيعاني من مشكلة، من اكتئاب، من احباط، من ان هو مش عارف يعمل كذا او يعمل حاجة. لا، حان وقت بقى ان احنا هنخرج من المشاعر دي، هنخرج بمشاعر افضل بكتير واحسن بكتير، وهنضحك على نفسنا، هنضحك على نفسنا ان احنا كنا محبطين من حاجة طلعت سهلة قوي ان هي تتعمل، وسهل جدا ان هي تيجي، بس كانت محتاجة مننا شوية صبر. وده المعروف ان برج الدلو متسرع في حكمه على الحاجات اللي بتحصل معه هو شخصيا، ودي مشكلة بيعاني منها برج الدلو شوية. كمان عايزة اقول لبرج الدلو حاجة، من الناحية العملية هيقابلك لسه مجهود تاني ولسه في تعب واكتر، يعني التعب اللي هنتعبه اكتر والجهد هنبذله اكتر، ما نزعلش لان دي حاجة هتدعمنا جدا وحاجة هتبقى كويسة جدا لصالحنا. ممكن نتعب او نبقى مرهقين، مش عارفين، خلاص اتخنقنا، مش عايزين نتكلم، تعبنا من كتر ما انت جاهد نفسك عشان توصل حاجة، انت بدأت ان انت توصل فبتجهد نفسك اكتر، تمام، ده رائع جدا، ده هيوصلك لمنصب اعلى او مكان اعلى، او لو عندك مشروع ما انت لازم تتعب عشان المشروع ده يبدأ ان هو ينجح. فكتير من برج الدلو هيكون عندهم بعض الايام، ودي اللي هتكون الايام اللي فيها قلة حظ، يعني حتى الايام اللي هيكون فيها قلة حظ يا برج الدلو هتكون لصالحك، تعب بس لصالحك في النهاية، النتيجة هتكون في الاخر ايجابية، الصعوبات هتكون ايجابية، فما نزعلش ولا نتضايق ولا نتخنق، لا ده هيبقى حاجة عادية تماما بتيجي لكل الناس.
اما بقى من الناحيه العاطفيه لاصحاب برج الدلو الوضع هيكون مختلف الشهر ده، يعني بتسعوا ناحيه ان احنا عايزين ده الناس المرتبطين بتسعوا ناحيه ان احنا عايزين تبقى العلاقه العاطفيه متزنه، يكون في هدوء في الحياه، يكون في حب، يكون في ايجابيه ما بيننا احنا الاثنين. برج الدلو بيسعى لده جدا، بيحاول ان هو يحسن من علاقته العاطفيه، بيحاول ان هو يحسن من علاقته العاطفيه من بدري، ولكن مازال بيحسن من علاقته العاطفيه وبدات كتير تتحسن. ممكن يكون اول اسبوع هيكون في تقلبات شويه، بعض الشك او الغيره الشديده او حاجات من النوعيه دي، ولكن هتكون خفيفه يعني مش تقيله. الحب والرومانسيه والعشق اللي هتعيشوه مع بعض هيكون من النص او بعد 10 ايام، يعني بعد 10 ايام من شهر نوفمبر هيبدا الوضع يتغير تماما لتحسين العلاقه الايجابيه ما بيننا، او العلاقه العاطفيه هتكون ايجابيه جدا وهتكون رائعه قوي. كمان هنحس بحب ويكون في طاقه جوانا او طاقه هتبقى تطلع على الشريك، او الشريك هيكون مميز بالنسبه لنا، هيكون بيدعمنا بشكل كويس جدا، هيكون بيقول كلام لطيف وحب ورومانسيه، فهنعيش اجواء حلوه من النص الثاني او من يوم 10 او 11 نوفمبر. كمان عايز اقول العشريه الثالثه من اصحاب برج الدلو هم اللي ممكن يكونوا يعني ممكن يكون لسه في مازال مشاكل او بعض المشاكل. كمان في موضوع انتوا كنتوا بتتكلموا فيه بقالكم فتره، ده العشريه الثالثه من برج الدلو، موضوع بتتكلموا فيه بقالكم فتره والموضوع ده شويه بيعصب شويه، ممكن يكون الموضوع ده يخص اولادكم، يخص حياتكم فيما بعد، يخص حاجه مستقبلية، يخص بكرة يعني، أو ممكن يكون الشريك مش مؤمن بيك بشكل كامل، وهنا برضو بتكون في مشكلة. المشكلة دي هتكون موجودة، ولكن الدلو هيبدأ يفوق لنفسه ويقول لك لا، طب ما انا كده بخسر، طب ما انا ممكن اصلح العلاقة، لان المعروف ان برج الدلو بيبقى صعب ان هو ينهي العلاقة الا لما بيجيب اخره، بيجيب اخره مش هتعرف توصل له مرة تاني، ولكن لسه في النفس فبيحاول لحد ما النفس عنده يقطع. ده برج الدلو من الناحية العاطفية للناس المرتبطين. اما بالنسبة للناس السنجل اللي لسه مرتبطوش، عندهم فرصة ارتباطها هتكون من النص الثاني من نوفمبر 2019. من شهر نوفمبر النص الثاني هيكون في اجواء عاطفيه كتير من برج الدلو عينهم عليكم، يعني انتوا في ناس كتير عينها عليكم، ولكن الارتباط بشكل ان هو هيكون بشكل ايجابي او هيكون في كلام او الدنيا هتكون واضحه، هيكون ده من النص الثاني من نوفمبر. هيكون في اجواء عاطفيه كتير هيعيشها برج الدلو اللي لسه ما ارتبطش. ممكن يكون هو بيعيش او عاش الفتره الحاليه مشاعر حب ومش كاملة وحاسس ان هي مذبذبة، لا مش هي العلاقة دي اللي هتكمل، العلاقة اللي هتكمل هتكون يعني باينة من البداية ان هي علاقة هتكمل، حتى لو كان في فرق في الثقافة، في فرق في العائلات، في فرق في كتعليم، حتى لو في فرق يعني ما بينكم بتبان من الاول، الوضع هيكون واضح من البداية، هتحس وقتها او هتحسي ان هي او هو ده الشخص اللي مكمل معايا، هتكون باينة جدا، لان عندكم شهر ده هيكون عندكم روحانيات عالية، فنخلي بالنا كويس جدا من النقطة دي، يعني هتحسوا قبل ما تعرفوا الشخص ده هو ده اللي هيكمل معاكم ولا لا. كمان من ناحية الناس اللي هم في انفصال وفي مشاكل وحاجات زي كده، عندكم رجوع، تمام في رجوع، ولكن هيكون من النص الثاني. النص الثاني من شهر نوفمبر هو تحسين الوضع عاطفيا عند برج الدلو، اما النص الاول هو محاولات، يعني احنا بنحاول وبنحاول ان احنا نفتح عنا على حاجات ونقفل عنا على حاجات تانية عشان الدنيا تعدي، بنحاول ان احنا نساعد، بنحاول ان احنا نيجي على نفسنا. وعايز اقول حاجه تانية لبرج الدلو، برج الدلو انت هتقدم تنازل في الحب عشان الدنيا تكمل وعشان الدنيا تمشي، برج الدلو في البنت اكتر هتقدمي تنازل عشان الدنيا تمشي وعشان انت شارية الشخص اللي معاكي. وطبعا اي حد بيسمعني انت مرتبط بامرأة الدلو، خلي بالك هي بتيجي على نفسها قوي عشانك، ولكن عامة او كتوقعات عامة في العاطفة فالوضع هيكون متحسن بشكل كبير جدا جدا. خلوني بس اتكلم اجتماعيا عشان الوقت ما يسرقناش. اجتماعيا مازال العين علينا، ومازال ان احنا تحت المراقبة، ومازال الحسد موجود، ومازال الناس الرخمة موجودة، فده موجودين جدا جدا في حياتنا، ويمكن برج الدلو تعب وزهق من حاجة زي كده، ولكن قدركم يعني قدرنا ان احنا نكون في وسط الناس اللي زي دي. برج الدلو انت برج حساس قوي، وكان في مشاكل عائلية والوضع اتحسن، ولكن في مشكلة عايزة اقول لكم عليها مهمة.
لو اتفتح قدامكم موضوع خاص بالميراث ما نتكلملش، يعني خلينا ملناش دعوة ندخل نفسنا في متاهات ومشاكل. ممكن حد يجي يقول لك انت الكبير اتكلم، انت ليك دلالة على مش عارفة مين. لا، ما بلاش ان احنا ندخل نفسنا ونخلي شكلنا احنا مش كويس، او ناس تقول علينا ان احنا عنا على فلوس او ميراث وانتم مش كده اساسا. فدي نقطة مهمة جدا. كمان من الوضع الاجتماعي برضو مازال الوضع والعين عليكم بشكل كبير. في ممكن يكون بعض الاصدقاء اللي عينهم عليكم، على طريقتكم، على ضحكتكم، على عينكم لما بتقفل وانتم بتضحكوا، على طريقة لبسكم وشياكتكم والاناقة، وان انتم مهتمين بنفسكم. مش عارفة يعني ده لسه مازال الناس الرخمة دي موجودة في حياتنا بشكل كبير قوي قوي، وبنعاني منها برج الدلو. كمان يعني انا ليا اصحابي برج الدلو، بشوف الناس عينهم عليه، اللي هو انتوا ما شفتوش ناس قبل كده، ما شفتوش ناس بتلبس هدوم مهتمية مش عارفة يعني. المهم خلينا في كلامنا. كمان رجل الدلو هتكون في امرأة ما زالت بتلف حوالينك وعايزة ان هي تخرب عليك عاطفيا، وعايزة ان هي تعمل انفصال ما بينك وما بين الشريك. هي امرأة مش هينة بالمرة ومش بتيأس، يعني نخلي بالك ان هي ما بتيأس، فنخلي بالنا قوي قوي من النقطة دي. كمان من الناحية الاجتماعية نخلي بالنا، لان الوضع العاطفي عندنا تمام، الدنيا حلوة جدا، ولكن في اشخاص بيقوموا، في اشخاص عايزين مشاكل، في اشخاص بيفرحوا يقولوا هي لما يحصل مشكلة. نخلي بالنا كويس جدا جدا من الناس دي، ناس مش عايزانا نفوق لنفسنا. ما زالت الناس دي موجودة، دي ما زالت الناس دي ما بتخرجش من حياتنا على فكرة، لان الناس دي من اساس حياتنا. لازم نكون بنفكر كويس جدا. برج الدلو فاق لنفسه وعمل حسابات جديدة مع اشخاص جديدة، او عاد حساباته مع الاشخاص اللي حواليه، ولكن خلي بالك في اشخاص انت لسه ما خدتش بالك منهم، او اشخاص انت ما تعرفش تتعامل معاهم، لان في درجه قرب ما بينكم، فلازم نكون واعيين جدا جدا. ده من الوضع الاجتماعي. خلوني اقول الوضع الصحي بشكل سريع. الصحه النفسيه تمام في تحسن، ولكن الصحه الجسديه انت هتكون مرهق او تعبان بسبب ان عندك مجهود كتير قوي قوي وتعب، بس تعب للايجابيه، يعني خلينا نوضح ده. والضغوط اللي موجوده عندك الشهر ده للايجابيه، مش ضغوط سلبية، مش اختناق، تمام؟ في فرق. كمان من الناحية الصحية، في حد بيعاني عندك من مشكلة صحية بقاله فترة، هو من برج او الابراج المائية او الابراج الترابية، ممكن يكونوا داخلين على عملية جراحية، فنخلي بالنا هم محتاجيننا جدا جنبهم. دي كانت التوقعات بشكل عام لاصحاب برج الدلو. طبعا بشكركم جدا وبحبكم جدا، وبتمنى ان انا اكون فدتكم. بشكركم، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.